اليوم حنايا تنديروا تنحتفلوا بالنسخه الثانيه ديال ملمه الحباب اللي تحت شعار الانشوده التربويه بين التجديد والابداع. اليوم الهدف من هذا الملمه اننا نجمعوا الاطر ديال تارودانت النواحي اللي هما الاطر التربويه ديال الانشوده، ونديروا واحد الجسر بين الماضي والحاضر في الاغنيه، الناس القدام والناس الجداد. وفعلا اننا بما ان ثلاث سنين هذه ما قديناش اننا نشوفوهم ونتلاقاو معهم ونديروا مخيمات، ارتأت الجمعيه انها تحتفل بهم وتلقى معهم ونديروا هذه الملمه. اليوم الحمد لله انا حضرت النشاط اللي كتنظموا جمعيه نساء سوسلي، هو عباره على ملمه الحباب اللي كانت فرصه زوينه ان الاطر ديال المدينه يتلاقاو، كوساسوا الاطر القدام في الميدان وكوساسوا الاطر اللي حاليا شادين المشعل، كانت فرصه زوينه وكان واحد التقاسم ديال التجارب، والحمد لله استفدنا منهم، وكانت كذلك بمثابه واحد الاعتراف للمجهودات اللي بذلوها على دوك الاطر في سبيل ان الرساله تبقى مستمره. ومن هذا المنبر اجدد الشكر الجزيل للجمعيه اللي فكرت في هذا النشاط، وان شاء الله نتمنوا ان لما لا يكون نشاط سنوي اللي يكون فرصه باش يعاودوا يتجمعوا ثاني هاد الاطور. وما نساوش كذلك ان الاطور ولله الحمد اليوم عندنا الاطور ديال الاقليم كامل، يعني هذه فرصه زوينه مورا ثلاث سنين ديال الكوفيد وديال الحجر الصحي انه تمكنا اننا نتلاقاو ونجددوا اواصل المحبه والاخوه اللي بيناتنا، وشكرا.